اني بالنسبه لسحر الارحام الجميع يسمعون هذا الكلام او مشاكل الارحام بصفه عامه، سويتي المنقوع الماء والملح والمره؟ استخدمه بس يعني في كالوضوء، يعني اعمل مره وماء ومسك اسود واستخدمه يعني في وضوء، يعني مش منقوع. طيب بس اسمعيني، اتوضى منه يعني. طيب اسمعيني عشان تطمئني بالنسبه لسحر الارحام الجميع يسمعون هذا الكلام او مشاكل الارحام بصفه عامه، انا اتمنى انكم تطبقون هذا الشيء. اساسا هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى حتى يكون اساسا من باب الطهاره او من باب يعني الالتهابات او عندهم مشاكل بالارحام دائما او تكيسات او صديد او 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 كثير، لان النساء دائما يتعرضوا لمثل الاشياء هذه بحكم انهم يعني حمل وولاده ودوره شهريه. واجلكم الله حتى المراه دائما اذا دخلت دورات المياه في المتاجر او في الاماكن العامه تختلف عن الرجال، احيانا تلقط اي فيروس او اي بكتيريا وبعدين ينتشر عندها مشاكل جدا وهي ما تدري ايش اسبابها، ما تدري ايش اسبابها، تتعالج منها وترجع لها مره ثانيه، تعالج وترجع. طيب وش الحل في الامور هذه كلها؟ انتم تعرفون ان الملح من الاشياء اللي جدا ممتاز للتجفيف ولقتل بعض الجراثيم، وكذلك المره والمسك الابيض اذا جمع ما بين الثلاثه هذه باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفرط يعني لا نكثر، يعني مثلا بحط لي حوض مويه احط فيه قبضه اليد مرتين او ثلاث مرات من الملح، لان الملح باي حال من الاحوال ما له اضرار، يعني ما له اضرار جانبيه مكتشفه الا اللي بياكله بكثره، اما للاغتسال او للتنقع فيه الا عاد اللي بيبالغ فيه مثلا يحط اقتام ويتركها فتره طويله هذه ممكن ياثر عليه. اي شيء اثر اذا بالغنا فيه، اي شيء اثر اذا بالغنا فيه، لكن اذا كان بقدر ما منه خوف. اذا اجيب كميه ملح بسيطه احطها في ماء اذوبه، يعني الماء يكون يصل لحد منطقه السره، اجيب لي بالنسبه للمره فقط برؤوس الاصابع والعلبه اللي تجيب 10 ريال هذه، نفتح العلبه ونحطها، علبه ما تجي مقدار ملعقه مع كميه الماء الكثيره هذه. المسك الابيض نقطه بسيطه او نقطتين تضاف على الماء او ماء الورد او ماء الورد، وبعدين تقرؤون فيه الفاتحه والزلزله، الفاتحه والزلزله، تنفثون بهذا الماء وتجلسون تتنقعون فيه من ربع ساعه الى نصف ساعه في اليوم لمده 7 ايام التالي، بعدين يصير في الفترات يعني في الاسبوعين مره، في كل 3 اسابيع مره، وهلم جرة تتعهدون انفسكم حتى تمنعون باذن الله سبحانه وتعالى مشاكل الارحام بصفه عامه عندكم. نعم.